مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من طبيبك الخاص. في الحقيقه انا فكرت كتير قوي ان انا اقدم النهارده موضوع مختلف يهم كل الناس، او على الاغلب الناس اللي بيجي لهم ستريس او ضغوطات عصبيه او توتر عصبي. ازاي الموضوع ده بيأثر على الاسنان؟ ويمكن دي حاجه انا حابه اتكلم فيها معاكم، لانه طبعا الاسترس بيأثر على حاجات كتير، او الضغط العصبي، او ان الانسان يكون عنده انكزايتي او قلق او توتر بيأثر على حاجات كتير، ومنها اللي انا عايزه اتكلم فيه النهارده الاسنان. الانسان لما بيكون عنده قلق او عنده انكزايتي او عنده توتر او عنده ستريس بيعمل حاجه لا اراديه اسمها كلينشنج، او بيعمل حاجه اسمها باراكسيزم. ايه هي الباراكسيزم دي؟ بطريقه مبسطه انه بيبقى طول الوقت بيجز على اسنانه، طول الوقت بيجز على اسنانه. الموضوع ده كمان بيزيد قوي بالليل، يعني تلاقي الحد لو عنده ستريس او متوتر او ما نامش كويس او عنده قلق غير طبيعي، من ضمن الحاجات اللي دايما تلاقيها متردده: انا بجز على اسناني كتير يا دكتور، وما اعرفش الجز ده علاجه ايه او سببه ايه. في الغالب دي حاجه هو الباراكسيزم، يعني which is unknown cause، هو ملوش سبب اقدر اقول لك ده سبب حقيقي علشان انت عملت كده، غير ان ده بيكون نوع من التوتر العصبي الشديد. طيب هل في الاسنان عندنا لو احنا بنجز على اسناننا طول الوقت وبنعمل كده طول الوقت بالليل، وغالبا هو طبعا الموضوع ده بيزيد بالليل، هل لو احنا عملنا كده طول الوقت هل ده ليه تأثير على الاسنان، ولا الموضوع بيبقى عبارة عن جز وخلاص وذات ست والموضوع كده انتهى؟ لا، هو في الحقيقة بيبقى ليه تأثير، وتأثير كبير على الدروس كمان، لأن انت بتجز طول الوقت على دروسك وانت مش عارف تعمل ايه، لأنها حركة لا إرادية، يعني انت مش بتعملها بنفسك، يعني مش بتعملها إراديا، بتعملها لا إراديا. فلما بتجز طول الوقت على الدروس ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انت ممكن حتى بعد فترة طويلة يبتدي طبقة المينا الخارجية اللي بتحمي الأسنان خلاص تبقى مش موجودة، يبتدي ده لما طبقة المينا دي تروح تبتدي توصل للطبقة اللي بعد كده، تلاقي نفسك انت داخل على علاجات عصب وتغطية للضروس، وتغطي ضروسك تعمل كراونز وانت لسه في سن صغير، او تعمل كراونز وانت مش عارف ايه السبب، لا انت عندك مشكلة ولا انت مثلا كانت سنانك مسوسة، ولكن الجاز لفترات طويلة بيعمل كده، لان ده كل دي قوة بتحمل على الضروس والانسجة المحيطة بيها، ممكن في الاخر خالص يؤدي لمشاكل في الاسنان. طيب احنا عندنا في حلول ممكن اقدر ان انا اتدخل بيها واساعد بيها؟ في حلول ممكن نقدر نتدخل ونساعد بيها. زي ايه؟ زي ان احنا عندنا اول حاجه لما تيجي يبقى عندك الباراكسيزم ده او عندك الجز المستمر ده، فدائما انت لما بتروح للدكتور تقول له مثلا يعالجك او يديك علاج، فاول حاجه تلاقيها موجوده عند دكاتره الاسنان ان هو يلبسك حاجه اسمها نايت جارد، حاجه بتحمي الاسنان وانت نايم، بتحافظ على الاسنان وانت نايم. دي احنا بنعملها بتبقى واخده شكل الفك، بتيجي بتاخد مقاس لاسنانك، وبعدين بعد كده المقاس ده بنصبه، وبعدين نعمل عليه النايت جارد او حاجه بتحمي الاسنان، واخده طابعه يعني طابعه للاسنان بتحمي اسنانك من ان انت تجز عليها. طيب في حاجه كمان انا كنت عايزه برضو ان انا اتكلم فيها، زي ايه؟ زي ان في بعض الحاجات انا دلوقتي عندي ستريس، يعني انا كده لبستك خلاص النايت جارد وانت الجز ابتدى يقل وبقيت كويس، وهنعمل لك كراونز علشان نقدر نحمي الاسنان بتاعتنا وكل حاجه. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل حاجه مفيده جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي ان احنا نبتدي نديك حاجات معينه اغذيه عن طريق التغذيه، فالتغذيه دي الى حد ما هتساعد ان انت تقلل الاسترس، يتقلل الضغط العصبي. في حاجات بتقلل الاسترس، في حاجات بتقلل الضغط العصبي، في زي ايه؟ زي الموز مثلا. الموز من الفاكهه الجميله جدا واللي موجوده طبعا في الشتاء، وانا بحب جدا ان انا انصح بيها كل الناس، لانها فيها مغنيسيوم وفيها بوتاسيوم. المغنيسيوم ده
ده رائع 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 علشان يقلل التوتر العصبي، لانه انتي ادرينالين. وبالتالي لو انت اخدت مغنيسيوم اللي موجود في الموز، كمان موجود في ايه؟ موجود في الكاجو، موجود في اللوز، موجود في الحاجات الجرينز، الحاجات الخضراء، موجود في الافوكادو. فكل دي حاجات احنا نقدر نحصل على المغنيسيوم عن طريقها، وفي نفس الوقت كمان بتدي نوع من السعادة، لانها بتزود السعادة عند الانسان. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن ان احنا اول حاجه هناخد بالنا ان احنا نلبس نايت جارد، ان احنا هنغطي الاسنان بتاعتنا بنايت جارد بالليل. تاني حاجه ان احنا هنبعد عن الاسترس عن طريق الاغذيه، زي ما قلت لكم حاجات بتساعد زي المغنيسيوم، وكمان المغنيسيوم بيقلل البلاد بريشر، بيقلل بينزل ضغط الدم. وناخد حاجات تعمل لنا ريلاكسيشن. انا بتكلم هنا عن التغذيه ليه؟ لان يعني واي نوت ان انا اجرب في حاجه طبيعيه بتاعت ربنا، وكل وفيها الفيتامينز اللي خلقها ربنا واخدها من مصدرها. فده كان الحاجه يمكن اللي انا بحبها، ده هيقلل جدا الضغوطات العصبيه، وبالتالي هيقلل الباراكسيزم او الضغط العصبي. كمان قله النوم، احاول انام فتره اطول، فبالتالي الضغط العصبي هيقل، لان انت لو ما نمتش كويس بالتالي هيبقى تاني يوم يومك مش كويس من قله النوم، وذات ست هندخل في دوامه الاسترس والانكزايتي وكده. يمكن ده كانت الحاجه اللي انا كنت حابه ان انا اتكلم فيها. اول حاجه زي ما قلنا على الجز بتاع الاسنان، لان ده سؤال دايما بتساله كتير، ويا رب اكون قدرت ان انا افيدكم في الموضوع ده. طبعا انا دلوقتي بقى ندخل نتطرق بقى في المواضيع اخرى، لان الحلقه عندنا النهارده مميزه وهنتكلم فيها عن اكتر من حاجه في الاسنان. فدلوقتي هوريكم فيديو، الفيديو ده تتفرجوا بقى معايا، ننزل بالفيديو هنتفرج عليه، وبعدين هقول لكم الفيديو ده استفدنا منه بايه، او ايه الحاجات المهمه فيه. نشوف الفيديو مع بعض. مساء الخير. دايما بيجي سؤال متكرر، انا بغسل سناني يا دكتور بس بلاقي دم، بتجيب دم، او انا بغسل سناني بيبقى فيه بيتنزل نقط دم. الناس بتستغرب بس بتقول دي حاجه عابره، مش يمكن مش عارفين هي جايه من ايه، طعم بقهم شويه بيبقى مختلف، ممكن برضو الريحه بتشتكي منها. تنظيف اللثه والاسنان اللي بيتم كل 6 شهور، يا ريت اي دكتور جنبك تروحي عنده تعملي يعمل تشيك اب، يبص على اسنانك ويشوف اللثه ويعمل لك تنظيف للثه والاسنان. ده مهم جدا على فكره، ده مش حاجه كده يقول لك اعملي تنظيف، لا يعني. ودايما التنظيف على فكره برضو ده سؤال تاني كويس، واحنا وانا بتكلم جه على بالي، هو انا نظفت اسناني على الابيض؟ لا، التنظيف ده حاجه والتبييض ده حاجه تانيه خالص. التبييض بيتم بطريقه معينه علشان نفتح الاسنان، درجه الاسنان، درجه اللون شيب. التنظيف احنا بننظف الاسنان علشان اول حاجه اللثه تبقى صحيه، فاحنا لو في مشاكل، لو في بكتيريا، لو في اي مرض من امراض اللثه، جنجيفايتس، التهاب في اللثه، والانسجه، بيريودونتايتس، هندخل في حاجات ليها علاقه بتماسك السن مع التيشو او مع العظم اللي حواليه والانسجه. فانا هنا بتكلم انت ممكن يكون ضرسك او ضروسك مش مسوسه على الاطلاق وما فيهاش اي حاجه، تقول ايه ده انا ما بغسلش اسناني واسناني زي الفل. كويس جدا، ده ممكن بعد فتره السن نفسه يطلع في ايدك او يطلع في ايدك وانت مش عارف السبب ايه. السبب بكل بساطه ان احنا لما بنفضل فتره طويله او ما بنغسلش اسناننا، ما بنهتمش، ما بنستخدمش اي مضمضه. ورجعنا مرة أخرى. طبعا إحنا دلوقتي كنا حابين نعلق على الفيديو اللي انتوا شفتوه قبل الفاصل. في الفيديو ده أنا اتكلمت على سؤال مهم جدا، لأن معظم الناس فاهمة أن التنظيف والتلميع هو التبييض. يعني يقول لك أنا عايزة أنظف سناني، فلما سنانه تتنظف من الستينز أو من التصبغات أو من الجير، يقول الله أنا سناني ليه مش بيضة، او سناني ليه ما بقاش لونها ابيض فاتح. ففي الحقيقه انا كنت حابه في الفيديو هنا ان انا اوضح ان التنظيف والتلميع حاجه،
والتبييض ده بروسس او عمليه تانية خالص بتتم في طب الاسنان. في التنظيف والتلميع احنا بنشيل التصبغات اللي موجوده، والهدف منها اصلا اني انظف اللثه واشيل الجير اللي موجود على الاسنان، علشان الجير وتراكم الجير بيؤدي الى فقدان السن لو احنا ما اهتمناش وشلناه، لانه ده بيدخلنا على حاجه اسمها جيوب، وبعدين تنحصر اللثه، وبعدين الجذور تبان تتكشف، وبعد كده عظم السن تلاقيك بتفقده واحدة واحدة وانت مش عارف السبب ايه. احنا معانا اتصال محمد من الاردن. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتورة، ممكن سؤال؟ اتفضل. لو سمحتي، انا كنت في مصر، فالدكتور عامل لي درس يرتب لي تلبيسة او طربوش. ايوه تمام. بس بعدها فترة بسيطة لقيت درسي انا بعمله بخيط، اللي هو الخيط بتاع الاسنان، الخط الاسنان بيجي الدم. ايوه. وبتعبني كتير، واما اجي اضغط عليه باي اكل او اي حاجه بيبقى فيه الم شديد. الالم ممكن يسمى، ممكن يوصل لحد دماغي، يعني الالم بيوصل لنافوخ، يعني الارض في الارض يعني. طيب استاذ، الالم شديد، فايه الحل فيه؟ الحل اني اخلعه خالص، ولا ممكن التلبيسه دي تتشال ويتغير، ولا ايه؟ طيب استاذ محمد، انت الضرس ده كنت عامل له حشو عصب؟ كان عامل له حشو عصب، وبعد كده ظبطه، خد قياسه، وبعد كده جاب له تلبيسه او طربوش بس مش عارف ايه اللي حصل. الالم اللي بيجي لحضرتك، الالم اللي انت بتشتكي منه ده، بمجرد ما انت بتعمل تنظيف بيخف الالم؟ بيخف، ولما تتمضمض الالم بيخف؟ انا لما بعمل تنظيف، بيبقى فيه الم وانا بنظف وبيطلع دم. ده اول حاجه. ثاني حاجة، الألم الشديد عندي أما أجي أضغط عليه ضغطة بسيطة بطريقة معينة، يعني ممكن تيجي حاجة يعني حاجة قاسية شوية تحت ضغطي بسيط، يعني ممكن كل دروس أتحملها ما عدا الدرس ده، ألاقي الوجع مسمع كتير، يعني في نافوخي. خلاص، هرد على حضرتك حالا، طيب بالنسبة للأستاذ محمد والألم، غالبا احنا لما بنيجي نركب طربوش أو كراون كان يهمنا شويه حاجات مهمه. اول حاجه، اللزق، ماده اللزق اللي احنا بنلزق بيها الطربوش، لازم الدكتور يحافظ جدا ان هو يشيلها قبل ما المريض بيمشي، لانها بتعمل نوع من الالتهاب في اللثه بعد فتره لو ما اتشالتش. فاحنا مهم جدا ان احنا نبقى محافظين ان ما فيش اي اللزق مش نازل على اللثه. تاني حاجة، لما نيجي الكراون موجود واحنا وهو محطوط، مهم ان هو يكون في منطقة تقدر انت تنظف الكراون وتقدر تنظف اللي حواليه، يعني اللي حواليه ما يكونش تحت اللثة، لان هو لو نهايته تحت اللثة هيبقى صعب بالنسبة للمريض ان هو يدخل بالفرشة وينظف. فهنا ندخل في حاجة تانية، ان هو يعمل بوكت لو هو مش عارف ينظفه. فانا بس الحاجة اللي انا عايزة اقولها، لو هو عامل علاج، وممكن يكون كمان الضرس عالي، وانت بتعض حاسس العلو ده مش مريحك وعامل الالم اللي انت بتتكلم فيه، فهو ممكن يكون بوكت، وده علاجه ان انت بتروح تعمل تنظيف بسيط حواليه، فلما تنظف هتشيل البوكت وتعالجها. وقد يكون انت محتاج ان انت تعالج البوكت دي نفسها والالم، ادام انت حاشي عصب فملوش اي علاقة بالعصب او الضرس، لان انت شايل منه العصب، فانت هتعمل تنظيف، ولو فيه تعمل تشك، يعني ممكن تعمل عليه اشعه صغيره كده علشان الدكتور يعرف لو كان بوكيت هيقدر يعالجه. الموضوع يعني بسيط وسهل جدا. وطبعا مهم الناس اللي عندهم عاملين طرابيش يستخدموا الدنتال فلوس او الخيط الطبي، لازم 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 انظف ما بين دروسي وما بين اسناني كويس جدا، وخصوصا سبيشال الدروس، لان الدروس بقايا الاكل اللي انت بتسيبه بين الدروس دي اسمها unaccessible areas، دي مناطق انت ما تعرفش توصل لها بالفرشه. سو انت محتاج ان انت تستخدم الفلوس او تستخدم الخيط علشان توقع وتنظف الاكل ده، فما يكونش فيه مشكله بقايا اكل مع بكتيريا، مع احماض بتاعه البكتيريا، فيبتدي يحصل المشاكل اللي احنا مش عايزينها طبعا تحصل في اسناننا. معانا اتصال. عليكم. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام، انت معانا على الهواء، اتفضلي. بقول يا دكتور، ازاي السنان بيتسوسوا بسرعه كده؟ انا عندي ممكن سني لو سوست، يعني سوست ثلاث شهرين كده يعني بتبوظ خالص. طيب انا هرد عليكي حالا.
السنان بتسوس بسرعه ليه؟ هقول لك ليه. اولا هتدخلينا في موضوع بقى يعني هرد عليه ده يمكن ياخد الحلقه كلها، بس هو بطريقه مبسطه كده عايزه اقول لك، لما ما بتستخدميش فرشه ومعجون صباحا ومساء ده سبب. تاني حاجه، الحاجات الستيكي او الحاجات اللي بتلزق على السنان، الحاجات اللي فيها سكر كتير، الحاجات اللي فيها سكر سكريات كتير زي المياه الغازيه زي الشبسي زي اي حاجه فيها سكريات عاليه، لما بتلزق على طبقه الاسنان من بره وما بتتشلش ما بتتنضفش، بتقعد لفتره طويله، بيبقى في عندنا بكتيريا في بقنا، في البكتيريا دي بتطلع توكسنز او سموم، بيحصل انها بتشتغل على بقايا الاكل ده وبالتالي والتوكسنز دي، وبالتالي الاسنان تبتدي يحصل لها دي مينرايزيشن او يبتدي يحصل التساوس. نعمل ايه؟ نحاول بقدر الامكان ان احنا ناكل حاجات خضراء، حاجات جرينز، حاجات سهله ان انت تنضفي بيها سنانك بلسانك، لان سبحان الله اللسان انت لو في حاجه عالقه في بقك فممكن انت بلسانك تتخلصي منها سهل جدا، لكن لو حاجه ستيكي جربي كده ان تبقى حاجه لازقه بونبونيه ولا حاجه هتاخدي وقت ومجهود عشان تشيليها، وبعدين ممكن كمان ما تكونيش بتستخدمي فرشه ومعجون اصلا، فده كل ده بيخلي الاسنان تسوس بسرعه. تاني حاجه كمان، احنا في حاجه بنعملها وما بناخدش بالنا منها، معظم الناس يمكن يغسلوا اسنانهم الصبح، يغسلوا اسنانهم بعد مثلا غدا، ولكن قبل النوم بينسوا خالص موضوع الغسيل، وده يمكن اهم حاجه احنا لازم نعملها ان احنا نغسل سناننا قبل النوم. ليه قبل النوم؟ لان الفتره اللي انت نايمه فيها الغده اللعابيه ما بتفرز سلايفا او الريق بتاعنا بيقل افرازه، فلما بيقل افرازه الريق بتاعنا ده سبحان الله الغده اللعابيه دي طول ما هي شغاله بتنظف 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 اي حاجه حوالين السنان، بالتالي ريحه بقك بتبقى حلوه لو اي بقايا اكل، هي التنظيف مستمر، لكن بالليل الحاجات دي بتقل جدا افرازها، الغده اللعابيه بتقل، بتدي الغدد السلايفا والريق بيقل على الاخر، بيقل خالص واحنا نايمين. فلما يقل ناهيكي بقى ان انت تكوني مثلا واكله اكله تقيله ولا واخده حاجه فيها سكريات عاليه وكمان السلايفا او الريق بتاعنا قال خالص، فكل ده يؤدي الى ان انت سنانك طبعا تسوس، فده مهم جدا كمان ان احنا نغسل الاسنان قبل ما ننام. طيب انا كنت عايزه اعلق لكم على الفيديو، نرجع تاني اقول بس فيه حاجتين، ان احنا زي ما احنا قلنا ان في ناس بتسالني هو ليه احنا لما بنيجي ننظف ما بنبيضش، فالتبييض حاجه والتنظيف حاجه تانيه. التبييض دي عمليه تانيه هتكلمكم برضو عليها دلوقتي، التنظيف انا بشيل الجير، بشيل التصبغات، بنظف اللثه، لان مهم جدا ان اللثه دي بشكل دوري كل 6 شهور اني انا انظف اللثه كويس علشان احافظ على الاغشيه اللي بتحيط السن، مش بس السن، الاغشيه اللي بتحيط السن، لان السن بتاعنا ده ماسك في العظم باغشيه، فانا مهم جدا ان انا احافظ على الصحه بتاعه اللثه، لان دي مهم جدا ليه؟ علشان السن يفضل موجود في مكانه، لان لو ده مش موجود وعملتي وفي جير كتير، فاحنا بنشوف بعد فتره الجير ده خلى الجدر يتكشف، بعد ما الجدر يتكشف اللثه تبتدي تنحصر وتلاقي اكتر الجدر باين في السن، والسن خلاص انت مضطره ان انت تشيليه مع انه مش مساوس. فشوفي قد ايه ان صحه اللثه مهمه جدا، والتنظيف ده مهم جدا، وازاله الجير مهمه جدا جدا جدا. من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين كمان يبقى عامل انت اول ما تشوفيه تقولي لا انا لازم اروح لدكتور السنان على طول، ايه هو؟ ان انا وانا بغسل سناني تبتدي تجيب دم. ففي ناس كتير تقولي والله انا يا دكتور انا بغسل سناني وبتجيب دم، فعشان كده انا بطلت اغسل سناني يعني، اوكي؟ فده حاجه مهمه. احنا معانا مصطفى وهرجع لكم تاني هنكمل كلامنا عن اللثه. ايه مصطفى انت معايا؟ اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتوره، هو انا كنت مركب تركيبه في اسناني وبعدين التركيبه ديت وقعت مني ورحت لزقتها، حسيت ان هي عم تعمل ريحه مش كويسه يعني. هي نوعها ايه؟ تركيبه نوعها ايه؟ مش عارف والله يا دكتوره. وبعدين حضرتك انا المدام عندي كان عندها الضرس عملت له حشو عصب، وبعدين أيوه. قالوا لها بدل ما الحشو يقع لازم تعملوا له كراون طربوش. ايوه مظبوط. فأنا بصراحة عايز أجي عند سعادتك تعمل لنا موضوع التربوش ده بصراحة.
ان شاء الله باذن ان شاء الله مفيش مشكله. خير بسعادتك يعني كده ان شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك وعايز اعمل طربوش عند سعادتك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا، شكرا على الثقه، وانا هرد على حضرتك دلوقتي. بالنسبه للتركيبه اللي بتعمل ريحه وحشه، طيب التركيبات انا واحنا في موضوع التركيبات ده بالذات لازم اكون عارفه كويس ان التركيبه مظبوطه فت على الاسنان، لازقه من مكان الفينش لاين او من مكان ما احنا بردنا واشتغلنا، علشان تكون سيتد على الاسنان نفسها، على البرد، على الفينش لاين، على الشغل اللي عامله الدكتور وماسك فيها كويس. كمان نوع اللزق، يعني نوع اللزق المستخدم ده مهم جدا. انا لزقت بايه؟ كمان لازم اشوف التركيبه عشان تتركب في ليها كرايتيريا او ليها ريكويرمنتس، ليها حاجات احنا المفروض نعملها. لازم احنا نشوف اول حاجه احنا اخترنا تركيبه مناسبه ولا، لان كمان دلوقتي بقى يعني قل جدا الموضوع ده، لان كل حاجه بتتعمل كات كام او بتتعمل بالكمبيوتر غير زمان. يعني دلوقتي كل حاجه بقت معموله، ده حتى في عيادات مجهزه في عندهم ده في بيقدروا يعملوا الكراون جوه المكان نفسه. ولكن طبعا ده مش كل الدكاتره في استطاعتهم، ولكن اللي انا بقوله ان دلوقتي كل حاجه بقت معموله كمبيوترايزد، كل حاجه معموله بالكمبيوتر من اول المقاس، لان المقاس دلوقتي بيتاخد وبعدين بيتصور يعني اكسترا اور الكاميرا، وبعدين الكاميرا دي في سكان وبتتنقل على، يعني الموضوع بقى سهل، بقى ادق طبيا، بقى ادق، وبقى نسبه الايرورز او ان هي يحصل فيه غلطات بقت نسبه قليله جدا. بيبقى التركيبه فت على ماسكه على الكراون، ماسك على الاسنان من كل زاويه، متقفل لانه معمول كده، وخصوصا سبيشال لو احنا بنستخدم الفول اناتومي زيركون. دي من ضمن التركيبات اللي انا بحبها لانها بتعيش قويه جدا، قوتها عاليه، وكمان بتبقى زي ما انا قلت كل حاجه محسوبه من اول ما انت خدتي المقاس، اشتغلنا كويس، معمول مقفول على البرد او على الفينش لاين اللي احنا عاملينه. اللزق المستخدم دلوقتي لزق، كمان بقى لزق اللي احنا بنستخدمه بقى لزق ضوئي، يعني بيحصل له كيورنج او بيبتدي يمسك او ينشف عن طريق الليزر. فكل الحاجات دي خلت الموضوع او خلت الايرورز تبقى تقريبا مش موجوده في التركيبات. تاني حاجه كمان مهم جدا، صحه عشان تعمل تركيبه مظبوطه كمان لازم تكون الاسنان تحت قويه ومظبوطه، لان هي دي العمدان اللي انا بركب عليها التركيب بتاعي. يعني هي ده العمود اللي انا بقدر اركب عليه التركيب بتاعي. لو العمود ده قوي مظبوط مفيش مشاكل في اللثه، لان ده مهم ان ما يكونش عندي مشاكل في اللثه، مهم العظم قد ايه مغطي الجدور، قد ايه مغطي الجدر، قد ايه اقدر اشيل الكراون او التركيبه دي، نسبه العظم بتاعتي قد ايه، لازم اخد بالي هل في مشاكل. مهم جدا انا اعالج لو في بوكيت، لو في التهابات في اللثه، كل ده حوالين الضروس لازم اعالجه الاول قبل ما ابتدي ان انا اعمل الكراونز. ونوع التركيب طبعا، ان في انواع من التركيب، فانا اعتقد انا ما اعرفش انت مركب ايه، بس ما يعني اعتقد ان انت لو عملت من الحاجات اللي انا بقول عليها دي جميله جدا وما فيهاش اي مشاكل خالص خالص، بل بالعكس انا ما شفت حد اشتكى من يعني من الانواع اي ماكس او زيركون او الحاجات دي كلها. لان كمان انت خلتني ارجع نقطه مهمه، ان هي انت ما بتشيلش من الضروس كتير، ما بتشيلش، مش محتاجين ان احنا نشيل كتير لانها قويه، وكمان معموله 0.7 واحد من 10، يعني حاجات كلها بسيطه خالص وكلها فول اناتومي، يعني مش حاطين غير لاير واحده، طبقه واحده من الزيركون، والزيركون ده قوي جدا. فدي من الحاجات الجميله جدا مستخدمه في طب الاسنان دلوقتي، وموجوده يمكن كل الدكاتره بتعملها يعني، واكسسبل جدا. طيب نرجع تاني بقى اللي انا قلت لكم ان مهم جدا ان انا احافظ على اللثه. اول علامه ايه؟ اول علامه ان انا اللثه بتاعتي بتنزف، يعني يقول لك انا بغسل سناني وبتجيب دم وانا مش هغسل سناني تاني. لا، انا مش عايزه ان انت ما تغسلش سنانك تاني، لان انت لو ما غسلت سنانك وهي بتجيب دم وفي جنجيفايتس او في التهاب وما غسلناش كمان، انت كده بتخلي السن بعد فتره ممكن تلاقيه لوس ملخ، بيبتدي يتحرك من مكانه.
فلا مهم جدا ان انا احافظ، مهم جدا ان انا اول ما اشوف موضوع ان انا وانا بغسل سناني بتجيب دم دي اروح عند دكتور يعمل لي تنظيف، يبتدي يساعدني شويه، يديني مضمضه. ممكن تستخدم مضمضه في البيت نوع معين مثلا او اي نوع عندكم، ده هيساعد. كمان مهم جدا جدا الخيط، انظف بين سناني زي ما قلت لكم علشان اللثه تبقى انتكت. كمان من الحاجات اللي انا بنصح بيها ان انا اشوفه، سبحان الله يعني في الشتاء ربنا سبحانه وتعالى احنا عندنا فيش اكتر من البرتقان، اليوسفندي، الحاجات اللي فيها فيتامين سي، جوافه بنسب عاليه، وده مهمه جدا. الحاجات بتاعت فيتامين سي مهمه جدا جدا، هي مهمه للجسم كله، ولكن احنا بنتكلم على اسنان فمهمه جدا لصحه اللثه، ما تخليهاش تنزف، وبتعمل تزود الهيلينج، بتزود التئام بتاع اي جرح، فده هيفيد جدا في فصل الشتاء. احنا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله، خليكم معانا. مساء الخير، النهارده هنكمل كلامنا ان شاء الله عن سمايلو، كنا اتكلمنا عليها قبل كده شويه صغيرين، النهارده بقى هنكمل الكلام عليها. طبعا في اسئله بتجيلي كتير، زي ان انا هل ينفع ان انا انام بيها، هل ينفع ان انا اكل عليها كل الاكل، هل هي بتقعد معايا فتره طويله، هل السمايلو دي بتغنيني عن التركيب الثابت، يعني انا لو عندي سنان ميسنج او مفقوده في بقي، مفيش سنان ممكن سنتين ثلاثة وعايزة أركبها، هل هي علاجية؟ طب هي ممكن تتركب على سنان أو ضروس مسوسة أو فيها مشاكل؟ طبعا أنا عايزة أقول اسمايل يا جماعة دي تجميلية فقط، لا أقدر أقول إنها علاجية، هي مش بتعالج، هي بتدي بتعالي السلف استيم، هي حلوة لأنها بترفع الثقة، لأن الابتسامة بتدي ثقة بالنفس كبيرة رهيبة، فلما أنا أضحك وأنا مبسوطة، سناني مرصوصة بطريقة مظبوطة، لونها فاتح وايت، فده بيرفع ثقتي في نفسي، فعشان كده هي يمكن معمولة أكتر تجميلية علشان يبقى الشكل أحلى، الابتسامة أحلى، السمايل أحلى، أنتي هتبقي مبسوطة بيها جدا لأنها ضايع لون سنانك. في بنات بتبقى لون سنانها غامقة، في بنات بيبقى عندها سنان مثلا مكسرة، سنان راجعة لورا شوية، صف الأسنان مش متساوي، فهي بتظبطها علشان تعدل الشكل، تدينا الشكل الجميل. انما بالنسبه للحاجات التانيه اللي انا اتكلمت عليها، اللي لو في مشاكل يعني سنان ضروس مسوسه، كل الحاجات دي لا، ضروس دي محتاجه انها تتعالج، محتاجه انها تتحشي. لو في عندنا مشاكل في سنان كذا سنه او كذا ضرس ميسنج مفقودين، يعني عايزين نركب تركيبه كوبري، لا ده قصه تانيه خالص، احنا كده دخلنا في قصه علاجيه، احنا كده بنعالج بنعوض السنان بالتركيبات الثابته، ده مش موضوعنا، احنا جايين نكمل كلامنا عن السمايل. فهي حاجه تجميليه، بركز مرة واثنين وثلاثة ولكل الناس انها تجميلية بتدي شكل جميل. طيب ممكن اكل بيها كل حاجة طرية، حاجات طرية، ركزي على الموضوع ده، وانا قاعدة في مكان هاخد كرواسون، هاخد مثلا باتيه، ممكن اخد ايس كريم، حاجات السوفت دي زي ما انت عارفة كل يوم، كل يوم ممكن تاخدي حاجات سوفت، معلقة رز، معلقة مكرونة. في ناس تقول لك انا بشد لحمة، لا مش لدرجة ان انا اشد لحمة واكل فراخ اقطعها واكلها كده، يعني الحاجات دي تتقطع وتتاكل على جوه ومش كل يوم، يعني احنا اتفقنا ان الموضوع ده مش زي الحاجات الثابتة اللي تستحمل في الاكل والكلام ده، هي زي ما احنا قلنا عليها في الاول التركيب تجميلي متحرك، وانا بوريكم هي تاني اهي 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 تاني، وادي اللور انا كده شلتها، هي بتغير شكل الاسنان، بتغير شكل الوجه عموما على فكره، اهو ثواني انا كده ركبتها تاني. طيب بتتنضف، المهم جدا التنظيف، يعني ما ينفعش ان انا اتغدى واتعشى طول اليوم بيها وانا ما اكونش نظفتها، لازم اشيلها وانضفها مثلا بعد الغدا، انضفها كويس، في حاجات معينه بتتنضف بيها، محاليل معينه، انا مش هتكلم على برودكت بعينه عشان ده مش اعلان، ولكن لو حد عايز يسالني ازاي تتنضف ممكن يبعت لي انبوكس على البيج وانا هرد عليها واقول لها طريقتها ازاي، قد ايه بسيطه وايه بديل للتنظيف بتاعها. ننضفها كل يوم سواء استخدمناها او ما استخدمناهاش، ونحطها في البوكس بتاعها، ف
فهي فيري سمبل الموضوع، علشان في ناس دايما تسالني لحد الان متلخبطه ما بين ان هي ثابته وانها بتتركب سنه سنه. احنا كنا جاوبنا على الكلام ده المره اللي فاتت، بس انا برضو طلعت للتوضيح. لو في اي سؤال انتوا عايزين تسالوه عنها بليز ما تترددوش ابدا ان انتوا تبعتوا لي انبوكس وانا هرد عليكم. ويا ريت تكونوا استفدتوا من المره دي برضو عن السمايل. شكرا وباي باي. ورجعنا مرة تانية، وأنا هنا قلت أعلق بقى على الفيديو اللي احنا شفناه مع بعض. ده فيديو لسمايل لوك، علشان في ناس بتقول ايه هي السمايل لوك. السمايل لوك دي ببساطة زي ما انتوا شفتوا في الفيديو تركيبة تجميلية متحركة ظهرت مؤخرا في الماركت، لأن هي سعرها مناسب جدا. فانت لو عندك سنانك مكسرة وانت دلوقتي حاليا ممكن ما عندكش الإمكانية ان انت تعالج، أو سنانك صفرة أو سنانك فيها أي حاجة، وانت بس عايز مناسبة، عايز حاجة لحتى حين موعد ان انت تعالج، لان هي مش علاجيه، هي بس بتداري. عارف مثلا تكون انت عايز حاجه تداري بس المنظر لحين بس ما انا ابقى جاهز ان انا اروح عند دكتور اسنان وابتدي اعالج اسناني. فهي بتعمل ايه؟ بتبقى اول حاجه بتاخد مقاس، المقاس ده بتاخده عند الدكتور ما بيكملش يمكن ربع ساعه، وبعدين بعد اسبوع على طول بتيجي تستلم السمايل. الدكتور بيبقى عامل كل حاجه، عمل الديزاين وعمل السمايل، وبتيجي تلبسها، بتقعد يمكن من سنتين لثلاثة. بتخلي لون السنان وايت، بتخلي السنان مرصوفة في مكانها الطبيعي، فبيبقى شكلك جميل جدا وانت بتضحك، الابتسامة بتبقى يعني بيضاء ناصعة البياض. وبتخلي لو في اي حاجه زي ما قلنا مكسره بايظه، لو حتى في سنان مفقوده مش موجوده انت خلعها وعايز حاجه سريعه، فتقدر تعمل السمايل دي من الحاجات السريعه جدا، ما تاخدش وقت خالص، ويعني بتغير الشكل بطريقه جميله يعني. فدي بالحاجات برضو الحلوه اللي ظهرت مؤخرا برضو لازم كنت اتكلم عنها. ما بناكلش عليها، بناكل عليها فقط زبادي، رز بلبن، بناكل عليها كيك، اي حاجه سوفت تشرب عليها شوربة، كل ده أوكي. تشرب عليها كل المشروبات مفيش مشكلة خالص، لكن تاكل عليها لا. ليه؟ هتتكسر ومش هتكمل. طب ليه هتتكسر؟ ما احنا حطيناها واخدة، لأن هي في الحقيقة هي تجميلية أكتر ما هي علاجية. في فرق كبير جدا بين أن أنا أركب سمايل متحركة وألبسها ولازم وأنا لابساها أكون منظفة أسناني كويس جدا، وأكون منظفاها هي كويس جدا جدا عن طريق محلول معين. فده مهم. تاني حاجة، طب ما ينفعش أكل عليها، طب عايز اكل، يبقى في الحالة دي بشيلها وباكل. طيب الحل الطبي لو انت اسنانك مفقودة وكل الكلام ده، اعمل بقى بريدج، اعمل تركيب ثابت، اعمل حاجات ثابتة ودي تقعد تعيش معايا وخلاص، مبقاش مضطر ان انا ابقى متضايقة من شكل اسناني ولا حاجة. هينزل لنا صورة دلوقتي حابين ان احنا نتكلم عليها. هنا الصورة دي في الحقيقه من الحاجات الحلوه، ليه؟ ده حشو كومبوزيت، يعني انا هنا لا عملت عدسات ولا عملت اي حاجه، انا بس حطيت للبنت دي كانت عايزه تقفل الفراغ اللي موجود عندها بالشكل ناتشرال قوي طبيعي وما يبانش انها عامله حاجه، فعملنا حشو بلون الاسنان بالظبط. فبصوا الفرق، تحسي انها بقى شكلها احلى، الفراغ قفل وبقى شكل السنان اجمل، وده بلون الاسنان بالظبط. ده بيقعد معانا، دي من الحاجات برضو اللي بتقعد معانا بتدي شكل حلو، هي حشوات تجميل. الحشوات التجميليه دي احنا ممكن نعمل منها حشو للضروس، ممكن نعمل منها عدسات فينيرز الاسنان، بس ما بتقعدش زي الفينيرز بتاعت الاي ماكس او الحاجات الثابته قوي بتاعت القشور الخزفيه يعني، لان الثانيه ما بتلونش وكمان قوتها اعلى، انما دي مش قوتها مش زي قوه القشور الخزفيه، مش زي قوه الاي ماكس، مش زي قوه الزيركونيوم. ناخد الصوره. اوكي طيب، كنت برضو حوريكو صورة تانية. أبو محمود، هنا الحالة دي هنا مع أنها عاملة تركيب وعندها سن داخل لجوه والسن التانية، لكن لما عملت السمايل لوك دي تركيب أهو، ده طقم تجميلي متحرك. بس بصوا فرق ازاي في الشكل. خدوا بالكم هنا احيانا في ناس كتير، انا بما اني برضو بحب جدا اراعي الجانب النفسي، يعني في ناس كتير مبقاش عندها مقدرة مثلا انها تبتدي تعمل حاجة ثابتة دلوقتي، فبتبقى عايزة برضو حاجة يعني اكيد عايزة برضو تبتسم وتضحك. فبنعمل ايه؟ الطقم التجميلي شكله حلو ولطيف، سعره معقول، وفي نفس الوقت بيحسن الشكل وبيرفع جدا الصحة النفسية. يعني انت مش متخيل قد ايه لما بتضحك وانت في حاجة مفقودة وانت معوضها حتى بطقم تجميلي، قد ايه انت نفسيتك بتتظبط، وده بيعكس على حاجات كتير تانية. معانا ابو محمود. الو،
ايوه دكتوره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. انا مصطفى اللي كلمت حضرتك يا دكتوره. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. انا بقول لحضرتك، هو انا المدام لما ركبت ال ايوه دكتوره مع حضرتك، اتفضل. ما عملت الحشو العصب حضرتك قالوا لها لازم تركبي طربوش. مظبوط. على فكرة ان هي تعمل حشو عصب وتركب طربوش، الدكتور طبعا اللي قال لها الكلام ده اكيد دكتور ممتاز، لان لازم بعد حشو العصب، عايز اقول لك على حاجة يا استاذ مصطفى، بعد حشو العصب الضرس بيبقى بيتكسر، بيتسحب منه الدم، بيتسحب منه العصب، فالضرس ده خلاص انت عارف ده لو كانت عاشت بيه شوية بعد ما عملت حشو عصب من غير ما تغطيه كان اتكسر لا محال، يعني لازم هيتكسر. ففي الحاله دي هو ركب لها الطربوش، وطبعا ده كويس جدا ان هو نصحها يعني النصيحه دي، انها تغطي الضرس بطربوش عشان تقدر تحافظ على الضرس، لانه بيبقى هيتكسر، هيبقى هش، بيبقى خلاص يعني فراجايل، يعني عارف الحاجه اللي بتبقى عباره ما فيهاش بلاد سبلاي، ما فيهاش دم واصل لها، فده احسن حاجه هو نصحها بيها، مش حاجه وحشه خالص. طيب استاذه مها معانا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا مها. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. طيب مها المكالمه فصلت، كان في كمان صور انا كنت حابه ان انا اوريها لكم، الصوره اللي انا هوريها اهي، مثلا الصوره دي مش عارفه تحت هي باينه فوق، مش عارفه هي باينه عندي باينه لحضراتكم تحت، الصوره فوق وتحت مش عارفه. ايوه هنا مثلا الصوره دي كان عندها فراغ بين الاسنان، انا عملت هنا ايه، بيضنا الاسنان الاول، فتحناها لانها كانت حابه اسنانها هتبقى بيضه، فعملنا تبييض. بعد ما عملنا تبييض اخترنا حشوه تجميليه بلون التبييض اللي احنا عملناه، وده حاجه هتخليني يعني بصوا هنا عملنا ايه، قفلنا الفراغ بعد ما عملنا التبييض، تبييض الاول فيرست تبييض، بعد كده قفلنا الفراغ بحشو تجميلي. طب ليه مش العكس؟ علشان في ناس بتقول لي هو انا ينفع اعمل حشوات تجميليه وبعدين ابيض؟ لا، وانس ان انت عملتي حشوات تجميليه، وكويس ان الصوره دي احنا اتكلمنا عليها، وانس ان انت عملتي حشوات تجميليه ما ينفعش ان انا ابيض لك الحشوات التجميليه دي، ماده دي حاجه صناعيه، ده مش سنك، مش السن بتاعنا الطبيعي، مش اسناننا الطبيعيه، فوانس ان احنا عملنا حشوه تجميليه ما ينفعش ان انا احط عليها جهاز التبييض، مش هتفتح. اوكي، فنعمل ايه، نبيض الاول وبعدين مثلا الحاله دي هرجع تاني للتبييض، بس الحاله دي من الحالات الجميله برضو، اهي الحاله دي كان عندها تركيبات، سنان مفقوده، السن موجود سن وسن تاني مبرود، وكانت عايزه حاجه، الموضوع ده حصل في 5 ايام، كانت عايزه حاجه سريعه وسهله، عملت لها طقم سمايل لوكي الجديد، مميزاته حلوه جدا. اولا الموضوع ده بيفرق في ايه، انت عارف السنان لما بتدخل لجوه بتبقى ريتراكتد، والسنان بتدخل لجوه وبتبقى مبروده، الاسنان لو باينه انها ريتراكتد كده ومبروده وشكلها كده، ده يعجز في السن، يدي سن اكبر، السنان متهالكه، طبقه المينا مش موجوده، فده يدي، من المعروف قوي ان الحاجات اللي بتبين جدا السنان، العمر، السنان وطبعا والشعر، ولكن انا هنا الحاجات دي لو هي ريتراكتد فهيبين حتى الجزء بتاع العضل اللي حوالين الفم، هيبين شكل الابتسامه ان هي سنها اكبر. شوفوا هنا لو احنا حطينا بقى، لما حطينا السمايل لوك فرقت ازاي، ده طقم تجميلي، موضوع ما خدش وقت خالص، خدنا مقاس وبقى شكلها كده لحد الحين ما تقرر انها تعمل بقى، تشوف هتبتدي بقى ازاي تعالج، نبتدي بقى ازاي المعالجه بتاعتنا. ام محمد معانا. ام محمد مساء الخير. الو. ايوه انا معاكي، اتفضلي انت على الهوا. ايوه يا فندم، يا دكتور اهلا بيكي. بقول لحضرتك انا كنت عملت حشو لدرسي وهو وقع دلوقتي ومش بعرف اكل ولا اي حاجه، الحل ايه؟ انا مش سامعاكي، معلش قولي تاني، الدرس ماله؟ الاتصال قطع، كنت اتمنى ان انا اسمع سؤالك. طبعا كنت معاكم النهارده دكتوره هند نصير، وحلقه من حلقات طبيبك الخاص، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الماده العلميه اللي احنا قدمناها، وان شاء الله نراكم في الحلقات القادمه، استنونا وتابعوا كل جديد، وشكرا لحضراتكم، مع السلامه.